رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. أما حق من ساءك القضاء على يديه بقول أو فعل، فإن كان تعمدها كان العفو أولى بك لما فيه له من القمع وحسن الأدب مع كثير من أمثاله من الخلق. فإن الله يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إلى قوله من عزم الأمور. وقال عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا في العمد، فإن لم يكن عمدا لم تظلمه بتعمد الانتصار من، فتكون قد كافأته في تعمد على خطأ ورفقت به ورددته بألطف ما تقدر عليه، ولا قوة إلا بالله.